أعزائنا الطلبة، أسعد الله صباحكم. اليوم راح نكمل اللي هو بما يتعلق حال ما وصلنا في المرة الماضية عند stem cells and the replacement of cellular elements اللي هي صفحة 933. Erythrocytes, leukocytes and platelets all develop from stem cells that are dedicated to replenishing the body's blood cell populations. هو بيحكي لي انه كليات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدمويه تطورت كليات فروم ستيم سيلز من خلايا الجذعيه. طب هون زي ما انتم شايفين في الفيجر عندي اللي هو 24 42 17 اللي هو بيحكي لي على الديفرنشيشن اوف بلاد سيل، كيف هيتم تمايز اللي هي الاوعيه الدمويه. سيل ديفيجنز اوف ستيم سيلز ان بون مارو give rise to two specialized sets of cells. Lymphoid progenitor cells give rise to immune cells called lymphocytes, primary B and T cells. أيضا the myeloid progenitor cells give rise to other immune cells, red blood cells, erythrocytes and cell fragments called platelets. انتوا شايفين هون عندي اللي هي stem cells الخلايا الجذعية in bone marrow في نخاع العظام، راح تنقسم إلى عندي بتعطيني myeloid progenitor cells وعندي lymphoid progenitor cell. هاي lymphoid progenitor cell راح تعطيني اللي هي خلايا ال B cells وال T cells اللي هي lymphocytes، وعندي myeloid progenitor cells خلايا النخاع راح تعطيني عندي اللي هي إريثروسايت كريات الدم الحمراء، وتعطيني بليتلتس، وتعطيني أيضا اللي هي كريات الدم البيضاء اللي هي المينوسايتس نيوتروفيلس أند الباسوفيلس. إذا هاي عملية اللي هي أصل اللي هي عملية تمايز ديفرنشيشن أوف بلاد سيلز. بنروح لموضوع ثاني اللي هو موضوع اللي هي blood clotting. طبعا في حالة وجود نزيف أو في حالة وجود جرح في الاندوثيليوم، فهذا راح يؤدي إنه في تكاثف عدة أمور مع بعض مشان تحد من عملية اللي هي أو يؤدي لوجود الكلوتينج، منها اللي هي زي اللي هي تكوين اللي هي الفيبرين أو كيف بيتحول فيبرينوجين لفيبرين، وكيف عند الصفائح الدموية أيضا تلعب دور في عملية اللي هي تكثيف أو عملية اللي هو تمنع أو تعمل تجلط للدم مشان توقف النزيف. إذا راح هون يشترك عندها عدة نقاط نتيجة اللي هي عملية اللي هي كلوتينج. إذا بنبلش وحدة اللي هي عندي بلاد كلوتينج اللي هي صفحة 934، بحكي لي وين بلاد فيزلز are broken by injury such as small cut or scrap, a chain of events ensues that quickly seals the break halting blood loss and exposure to infections. إذا هناك مجموعة من اللي بسموها ال halting blood اللي بنشان تعمل عملية توقيف لهذا النزيف. The chemical events in this response is coagulation. إذا عملية بسموها coagulation اللي هي تجلط الدم. شو عملية تجلط الدم؟ هي عبارة عن conversion of the liquid components، يعني تحول السائل components of blood سائل الدم into a solid blood clot. إذا بتحول من سائل إلى solid اللي هو بسموه blood clot. طيب كيف هاي العملية بتتم؟ أو كيف الأمور اللي بتتم الأمور كلها مع بعض؟ أو شو عندي؟ The clotting process begins when the endothelium of the vessels is damaged. إذا تبلش العملية بس عملية الاندوثيليوم بتاعت الأوعية الدموية تتكسر نتيجة الجرح أو سكريب، هذا بيؤدي إنه بيتعرض exposing connective tissue الأنسجة الضامة in the vessel wall للجدار في داخل الجدار vessel wall to blood. هذا بيؤدي تعرض connective tissue to blood. هون ببلش الصفائح الدموية بليتس adhere تمسك to collagen fiber، تمسك collagen fibers in the connective tissue. And شو بتعمل هاي؟ تعمل release a substance بتؤدي إلى بتفلت مواد that make nearby blood sticky.
انتوا شايفين في الفيجر عندي هون وجود الكولاجين فايبر، وجود بليد الصفائح، هون بتشكل بيسموه كلوتينج فاكتور فورم. اذا اول شيء راح تشكل عندي اللي بسموه كلوتينج، بداية عملية تشكل بسموه كلوتينج فاكتور فورم. هذا جاي فروم بليتلس، الصفائح الدموية دامج سيل، اند ايضا موجود البلازما فاكتورز انكلود الكالسيوم والفيتامين. هذا الحكي كله وجود اللي هو بلوتينج فاكتورز فورمز راح بيسموه بتفعل اللي هو الانزيماتيك كاسكيت. اذا هذا الحكي راح تفعل الانزيماتيك كاسكيت. هذا الانزيماتيك كاسكيت شو بيعمل؟ بحول اللي هي البروثرومبين الى ثرومبين. انتو شايفين ان ثرومبين اللي عبارة عن بوزيتيف فيدباك، يعني انتاج الثرومبين بيؤدي الى تنشيط اللي هو انزيماتيك كاسكيت. هلا بعدين الثرومبين عندي بيؤدي الى تحويل الفيبرونوجين الى فيبرين. اذا هيك بسموها عملية اول مرحلة بسموها كلوتينج فاكتورز فورم، اللي هي نتيجة بروثرومبين انزيماتيك كاسكيد. ثرومبين هو بسموه بوزيتيف فيدباك، وهي ثرومبين بحول فيبرونوجين الى فيبرين، وهذا الفيبرين اللي بيؤدي الى تكوين خيوط الفيبرين. رقم اثنين اللي هو وجود اللي هي بلاد سبلاك. اذا بلاد سبلاك بلاد سفرم فورم ابلاك that provides immediate protection against the blood. يعني بسموها عبارة بتعمل عن سد. هاي إذا platelets form a block، يعني بتعمل زي سد مشان تمنع عملية اللي هو نزيف الدم. رقم ثلاث زي ما حكينا إنه الفيبرين، خيوط الفيبرين clotting unless the break is very small this block is reinforced by fibrin clotting. إذا هاي بيؤدي إلى تكوين خيوط الفيبرين. إذا هاي كلها بتتشكل عامل بتتشكل من أجل عملية الحد من نزيف الدم، واللي بسموها عملية الكوجوليشن. إذا كولاجين فايبر بليتلس بتشكل كلوتينج فاكتور فورم، عندها أيضا بتشكل اثنين بليتلس بلاك، ثلاث فيبرين كلوتينج. إذا هاي العملية بشكل عام ملخص لعملية اللي هي بلاد كلوتينج. نروح لصفحة اللي هي 937. 937 نروح على موضوع اللي هو gas exchange occurs across specialized respiratory surface. إذن we will focus on the process of gas exchange. Although this process is often called respiratory exchange. إذن gas exchange بسموها respiratory exchange. إذن gas exchange is the uptake. شو تعريفها؟ Here is uptake of molecular O2 from the environment and the discharge of CO2 to the environment. إذا أخذ الأكسجين نفس الوجه الوقت هي طرح اللي هي CO2 to the environment. نروح صفحة 938 اللي هي respiratory surface. طب هنا زي ما بتعرفوا انه اللي هي respiratory surface السطوح التنفسية تختلف من حيوان الى اخر. في بعض السطوح التنفسية قد تكون بسيطة زي cnidarians زي sponges، بتكون عملية اللي هي diffusion عملية الانتشار تبادل. وفي بعض السطوح التنفسية اللي بحاجة لتخصصية، بتكون بحاجة الى respiratory system. اذا في بعض انواع الحيوانات طبعا هاي بكون تختلف من نوع الحيوان الاخر، هي حسب تطور أو تقدم الحيوان. راح نحكي عن هذا respiratory surface، سطوح تنفسية، هي عبارة عن specializing for gas exchange in apparent in the structure of the respiratory surface. The part of animal's body where gas exchange occur. إذا هي عبارة جزء اللي بيتم خلال تبادل الغازات. Like all living cells, the cells that carry out gas exchange have a plasma membrane that must be in contact with the aqueous solutions. إذا بده يكون تبادل عن خلال البلازم ميمبرين تاع الخلية. دائما بحكوا للريسبيراتوري سيرفيس سطوح تنفسي are therefore always moist. دائما سطوح تنفسي تمتاز انها بتكون رطبة، زي الأنف عندنا مثلا، داخل الأنف يكون مثلا هو رطب دائما.
حتى يمنع عملية الجفاف بتاعته. إذا تمتاز السطوح النفسية إنها دائما تكون رطبة. طيب إن سمر طفل سمبل أنيمال such as عندي سبونجز، طبعا هاي من أبسط السطوح التنفسية زي سبونجز كنيداريانز فلات وورمز. Every cells in the body is close enough to the external environment. إذا بتكون عملية تبادل مع البيئة الخارجية مباشرة، هاي السطوح التنفسية زي كنيداريان سبونجز، هاي بتسمح الغازز can diffuse quickly between the cells and the environment. هاي بتسمح عملية تبادل الغازات ما بين البيئة الخارجية وبين الحيوان. In many animals, however, the bulk of the body cells lack immediate access in the environment. The respiratory surface in these animals is thin, most epithelial the constituents of respiratory organs. يعني بتكون هناك بعض الحيوانات تحتوي على أعضاء أو الأجهزة التنفسية دائما بتكون زي ما حكينا هي رطبة، بتكون thin، كمان بتكون thin not thick زي عند الأيرث وورم as well as an earthworm. بتكون عملية تبادل السطوح التنفسي ما بينها وبين البيئة الخارجية. And other animals the skin when the skin بيلعب دور في عملية اللي هي تبادل اللي هي الغازات ما بين اللي هي الحيوان وبين السطوح التنفسي. إذا skin serve as respiratory organs، هو عبارة عن عضو مشان عملية اللي هي respiratory. A dense network of capillary just below the skin facilitate the exchange of the gases between the circulatory system and the environment. هناك شبكة من غزير من الأوعية الدموية تحت الجلد التي تسمح عملية تبادل الغازات ما بين السطوح التنفسية وما بين الحيوان. زي ما انتم شايفين هون عند الفيجرز اللي هو فيجر 42 21 بيحكي عن diversity in the structure of gills, external body surface and the function of gas exchange. معطيني ثلاث أمثلة هون عملية التبادل ما بين السطوح التنفسية والحيوان. معطيني أول واحد عند المارين وورم، عندي راي فيش وعندي سي ستار. عند المارين وورم أول واحد أنتو شايفين عندي موجود عنده اللي بسموه البارابوديوم، عنده زوج من البارابوديوم بسموه function as gills، يعني هي عبارة بتشتغل زي الجلز بسموه البارابوديوم. إذا many polychaetias marine worms of the phylum and lead have a pair of flattened appendages called robodia. On each body segment the parabodia serve as gills as also function in crawling and swimming. إذا هي إلى دخل زي الجلز أيضا بتساعد عملية اللي هي as swimming and crawling، عملية الزحف والسباحة. النوع الثاني من الحيوان بسموه كراي فيش and other crustaceans have long feeder gills، زي ما انتم شايفين موجود عنده هالحيوان gills. هالجلز مغطي بهذا بسموه الاكسو سكيلتون، هاي عبارة عن specialized body appendages drive water over the gill surface. النوع الثالث من الحيوان بسموه سيستار اللي هو نجم البحر سيستار، ايضا موجود عنده الجلز of sea star are simple. إذا الجلز of sea star are simple tubular projections of the skin، يعني بتكون عبارة عن نتوء بسيط فوق سطح الجلد. The helical of each gill is an extension of the coelom body cavity. زي ما انتم شايفين الحيوان في عندك الكولوم اللي هو التجويف الحقيقي للحيوان، عند tube foot عند الجلز موجود حوالين كولوم. إذا الغاز exchange occurs by diffusion across the gill surface، إذا هاي عملية تبادل الغازات تتم من خلال اللي هي عملية الديفيوجن across خلال الجلز سطح اللي هو الخياشيم الجلز and fluid in the column circulate in and out of the gills aiding gas transport. The tube feed surface also function gas. أيضا عنده الحيوان أيضا tube feed اللي بيساعد أيضا عملية اللي هي تبادل gas exchange. إذا